اللاعبين نتاع الرجاء يعني ردة فعل قوية، اون رياكسيون دوم، ردة فعل نتاع الرجال باش ينسيو الجماهير ونسيو رواحهم ونسيو العائلة الكبيرة نتاع الرجاء بعد الديفيت. كنا كل اللاعبين كانوا من الأول أسبوع حريصين باش يقوموا بالواجب وباش يجيبوا ثلاث نقاط. شفتوا الدخلة نتاعنا كانت دخلة قوية، كان في إصرار، كان في مثابرة، خلقنا فرصة أولى وسجلنا منها هدف. في الدقيقة الأولانية كان عندنا هدف ثاني، كملنا المقابلة نفس الشيء كما يلزم. بداية الشوط الثاني كان في إصرار كبير باش نسجل هدف ثاني، خلقنا ستة سبعة فرص واضحة اللي كنا نحطوا رواحنا في مأمن من نهاية المقابلة. لكن ما نساوش في نفس الوقت فريق الفتح الرباطي خلق العديد من الفرص، كانوا فرص خطيرة. هو بيدو كان يرجع في النتيجة على المستوى 1-1. نحيي اللاعبين اللي تموا مقابلة كبيرة على مستوى الروح الانتصارية، على مستوى المجهود. الرجاء شفتوا مجموعة مش 11 لاعب برك، الرجاء تقريبا 18 لاعب. الناس اللي دخلت أعطت إضافة ميدانية، إضافة في اللمسة الأخيرة. اللي ناقصنا هو كان تسجيل الفرص باش نسجلوا الهدف الثاني والثالث. منذ غياب ديال السميجي وغياب ديال زكريا، شنو الأسباب الرئيسية ديال الغيابات؟ مالوروزمون زنيتي البارح عمل جاستكو اونتيغيت في الليل، عاد الليلة كاملة في الكلينيك. ان شاء الله ان شاء الله يكون لاباس ويتعافى بسرعه. هابطي في وسط الاسبوع كان عنده الام على مستوى الاسكيو جونبي، كانوا هذوما متخلفين على اصابات. كيف الجمهور؟ الحمد لله الجمهور هو لاعب رقم واحد في الرجاء، قاعد يعطي في اضافه ويعطي في طاقه للاعبين، قاعد يعاون فينا على المستوى الكل. ان شاء الله احنا نردوا له الجميل بالمجهود، نردوا له الجميل بالانتصارات والاداء ان شاء الله. ولان اللاعبين مشكورين على المجهود اللي قدموه، خاصه الشوط الاول تقريبا واحد 60 دقيقه قدمنا فقط النجاعه الهجوميه. كنظن بان التغييرات قمنا بها كنا تنبحثوا على اننا تكون عندنا عمق اكثر، ولكن افتقدنا السرعه في الهجومات من بعد التغييرات، ثم ارتكبنا اخطاء اللي خلات فريق الرجاء يجيو فرص. كنظن بان تنستقروا بعض الشيء عند واحد النوع من الكرياتيفيتي في الوسط، ولكن هنا فريق اللي راضين على الاداء ديال اللاعبين. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.